هنا بالمدخل الشرقي لمدينة أحمر العين بتيبازا تقام وعدة سيدي أحمر العين، والتي يسميها البعض الركب وآخرون الطعم، حيث يأتي الفرسان بخيولهم من عدة ولايات لإحياء هذه التظاهرة السنوية على مدار يومين كاملين. البرنامج هو في يومين، يعني نقولوا احنا خميس وجمعة، لو 30 لو 31، هذا البرنامج فيه يعني سباق الخيل، فيه ركوب الخيل، فيه يعني ذكر وقراءة القرآن على مستوى الزاوية، فيه الطعم، وفيه برامج ثقافية كثيرة يعني. عروض للخيالة ورائحة البارود تعبق في سماء المدينة، إضافة إلى فرقة الزرنة والشعر الملحون وكذا تجار التحف التقليدية. شعار السلعة احنا نقولوا هذا وعدة سنوية تاع الوالي صالح سيدي حمر العين. كل عام نديروها كما تشوف هكا. نطيبوا نديروا طعام ناكلوا الناس نجتمعوا نديروا خيم كما تشوف فيهم نعرضوا الشيوخ الكبار يقراوا القرآن. عندنا الزاوية تاع سيدي حمر العين لهنا يجتمعوا فيها الناس كبار ويقراوا القرآن فيها ونقوموا بهم يجونا من كل ولاية نعرضوهم طلبة صغار كبار. احنا الهدف تاعنا نحافظوا على التراث اللي كانوا محافظين عليه جدودنا، احنا رانا نكملوا في المسيرة تاعنا. وعدة سيدي أحمر العين تربط الحاضر بالماضي بحضور ضيوف المدينة والذين اكتشفوا عن كثب أحمر العين المذيافة. بس أنا باغي نقول واحد المنظومة، احنا ناس الشروق أذكرنا جوزنا من هموم 9 قرن و4 سنين بشهر، فيه كرنا وحنايا معذبين تعذاب شابعين الغلبة والخير مظهر.